يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: نعم الطعام الزبيب، يذهب التعب ويطفئ الغضب ويشد العصب ويطيب النكهة ويذهب البلغم ويصفي اللون. ورد هذا في الطب النبوي للإمام ابن قيم الجوزية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألتني بارك الله فيك عن هذا الحديث في هذا المقطع الذي قرابة 9:37 ويقول فيه: نعم الطعام الزبيب يطيب النكهة ويذيب البلغم ويذهب بالوصب ويطفئ الغضب ويطيب النكهة ويذهب بالبلغم ويصفي اللون وإلى غير ذلك. نقول: أما هذا الحديث حديث موضوع باطل لا أصل له، حديث موضوع باطل لا أصل له أيها الكرام الفضلاء. ولم يصح في فضل الزبيب حديث، لم يصح في فضل الزبيب حديث أيها الكرام الفضلاء، لم يصح في فضل الزبيب حديث. الزبيب هو العنب المجفف، في منه أسود وأصفر إلى غير ذلك، في منه بالبذور وبدون البذور، وله خواص جميلة وجيدة في مادة الفسفور، في كالسيوم، بوتاسيوم، مغنيسيوم، نحاس، حديد، فيروس، ألياف، فايبرز يعني كربوهيدرات، فيتامين بي، فيتامين سي، السكريات، في مواد أنتي أوكسيدنت مهم جدا في علاج الجهاز التنفسي، أمراض اللي هي الدايجستيف سيستم، الجهاز الهضمي إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء أيها الكرام الفضلاء. فبالنسبة لهذا الأمر أيها الكرام الفضلاء ما في مانع أن يكون في مثل هذه الفوائد الطبية، لكن لا تأتي لكي تنفق سلعة الزبيب مثلا بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه نقطة مهمة جدا أيها الكرام الفضلاء. وكل ما ورد في الزبيب أن له فضل فهي أحاديث لا تصح من هذا الحديث الموضوع الباطل. وهذا يرويه الحديث أبو هند الداري، وأيضا برواية أخرى ذكره ابن الجوزي في العلم المتناهية: أهدي للنبي عليه الصلاة والسلام طبق من عنب مغطى فكشف عنه الثوب ثم قال: كلوا بسم الله، نعم الطعام الزبيب يشد العصبة ويذهب الوصبة ويطفئ الغضب ويطيب النكهة ويذيب البلغم ويصفي اللون. كل هذه حديث باطلة لا تصح أيها الكرام الفضلاء. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبذ له الزبيب في السقاء، يعني اللي احنا اللي بيسموه في مصر كده يقول لك يميش رمضان، ان هو تضع التمر وتضع الزبيب، تضع المشمش الناشف، التين المجفف في الماء لمدة 7-8 ساعات، ثم تشرب ماء وتأكل الثمرة. فقال: فيشربه يومه والغد وبعد غد، يعني ما يخليه أكثر من 3 أيام. ليه؟ حتى يتحول إلى الخمر. والزبيب نوعان، الزبيب والنبيذ نوعان، نبيذ حلال اللي هو هذا اللي ورد في الأحاديث، ونبيذ حرام اللي هو الخمر عياذا بالله. فإذا كان مساء اليوم الثالث شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه، لأن بعد 3 أيام يشتد ويتحول إلى النبيذ المحرم. فاحذروا يا أحبابي من نشر الأحاديث الباطل الموضوع التي لا تصح. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشد، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا وسدادا ورشادا. صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.